اتجوز ليه؟ انت اشتكيت مني يا همام؟ ايوه تتجوز. اتجوز يا اخي ودوق طعم الحنان. هو انا ناقص حنان؟ انا عندي حنان يكفي بلد. خلاص اديها شوية حنان من عندك واكسب فيها ثواب. شوف انا مزاجي وغايتي انك تتجوز، يبقى تقول حاضر وتتجوز. وذنبها يا ابوي اللي تاخد سلام وتدبلي بيه؟ تدبلي دي هتبقى اسعد مرة في الدنيا اللي تاخد الشيخ سلام. ما انا عايش مبسوطة وزي الفل. انت مش هتحب ربنا؟ حبيبي اغلى حبيبي. وربنا قال ايه؟ وهو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اتجوز يا اخي ودوق المودة والرحمة. زهقت مني يا همام وعاوز تجيب لي واحدة تشيلها هم. هم انت؟ هم انت؟ انت اخوي وولدي وانا نفسي افرح بيك واشوف عيالك. ويبقى يوسف خلف سلام، وسلام خلف مين؟ هتسميه ايه؟ انت كمان هتسميه؟ مش جايز اكون من الناس اللي خلقها ربنا، ما ينفعش للجواز. ليه يا اخو ناقصك ايه؟ انت مستليم ولا فيك حاجه ناقصه؟ لا الحمد لله كله موجود. الحمد لله. خلاص اثبت لي انك تمام وذكر وتجوز وخلف. الدنيا حلوه يا غلطه اخوي ومتعه كتيره وربنا حلل لك الجواز. يعني اتجوز عشان خاطرك انت؟ ايوه تتجوز عشان خاطرك. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. الحريم دي حاجه حلوه قوي. والله انا هدور عليك بعد الجواز وهلاقيك. هتبقى في بطن مرتك على طول. يمكن يا همام يمكن. عاوزك يا سلام تملى الساحة دي كلها عيال، ولو عجبك الجواز هجوزك تاني وتالت كمان. يمكن يا همام يمكن. بكرة في علم الله، وبكرة يبقى والد النهاردة اللي لسه ما اتولدش. بس النهاردة نقدروا نعملوا حساب المولود، نحضروا له اللبس والغذاء. وهتكلمنا بالطلاسم ليه يا شيخ العرب؟ نفكوا الطلاسم يا ولد عمي. سنين كثيرة عملنا فيها كل حاجة، خلينا العرب بتوع الزرع والبيوت والراحة فوق حصنتهم ماسكين سيوفهم ومخدراتهم، دش كبير بفرسان وسلاح لحد المدفع. شيوخ العرب مسكوا زمام حصانهم، رجعوا أمرا وفرسان زي ربنا ما خلقهم طول عمرهم. عشان كده من أول خاطر وأنا عارف غرضي وغرضكم وقلت لكم عليه من الأول، وربنا وفقني ووفقكم ليه، بيجيلنا أرضنا وحكمنا اللي ما يخشش فيه حد. حكمنا روحنا بروحنا من غير امر مملوك ولا بيك، حكمنا روحنا بتجاليدنا وعرفنا وشرعنا. يبقى كده خلاص نلنا غرضنا ومحدش يقدر علينا. محدش هيسيبك في حالك يا ولد عمي، عينهم عليك. يا تبقى جرح عدوك تابع، يا تبقى شديد. التابع ملوش عازه كانه مش موجود، يعني ينتهي يا هم. ونعملوا ايه اكتر من اللي عملناه؟ ديش وعملنا والارض ملكنا. نعملوا حساب الحلو والمر يا ولد عمي. انتوا حكام العشر بلاد، عشان نعيشوا في امان حاجتين، العدل من جوه والقوه من بره. نعدل ما بين روحنا ونجوع على الغريب. بلغك ان في حد فينا ظلم؟ ولو كان حد ظلم كنت هسيبه كده ولا هيقعد مطلع دقيقه؟ أنا عاوزكم في حاجة تانية،
وتقولوا رايكم. خير. عاوز بلادنا دي تبقى حته واحده نربطوها بطرق سهله متمهده ومدقات للخيول والحمير والجمال، كاننا في بلد واحد. عاوزه رجاله كتير. وكلنا رجاله، والهواري عندي بعشر رجاله. حاضر يا بوي، سهل. في حاجه كمان بحري عاملينها في بيوت المماليك اسمها سرداب، صح يا شيخ سلام؟ ايوه، سرداب تحت الارض هيهربوا منه ويسجنوا فيه. ايه رايكم نعملوا سراديب طويله تربط فرشوط بكل البلاد اللي حواليه، ولكل سرداب مفتاح عشان لو الدنيا حكمت وجرست جرستها نقدر نعدوا الغذاء والسلاح بين بلادنا. كان عركة كبيرة اللي جاي. نجهز للأيام وربك غالب عشان ما نبقاش قصرنا في الأرض وقفنا عليها ودخلنا جواها. فكرة مليحة يا شيخ العرب. كل واحد منكم هيسلمني مفتاح سرداب الأول له عندي هدية كبيرة. قلتوا إيه؟ مفيش قول بعد قولك يا ولد عم. بنت زي القمر. أهلا. وعندها 18 سنة. الله أكبر. وحلوة؟ حلوة قوي. هتسأل ليه؟ أطمن على أخوك. أخوك؟ ولا عايز تغير رأيك؟ أنا عاوزها حلوة قوي عشان يتبسط. حلوة قوي وزي العسل وبيضة، ما أنت عارف نجاوتي. عارف. وبت مين؟ بنت رفاعي سليم الهواري، أمها بنت معالي، بنت خالتي على طول. شيخ العرب صح يا صالحة. عقبال ما اتجوز الولد يا همام. اللي يعيش. عارفة يا صالحة، لو الشيخ سلام فرح وخلف أبقى عملت حاجة حلوة قوي. مفيش أحلى من قلبك أنت يا همام. اقعد يا ولد أبوي، اقعد. قعد. صالحة نجت لك. وأنت عارف نجوتي. عجبتكم يعني؟ بيضة وحلوة وزي القمر. كمان شفتها؟ لا، سألت عليه. مليح، بيضة سودة الروح. عاوزك تعودها عليك، وفي نفس الوقت شغل الطيبة بتاعك دي ما تبقاش معاها على طول. يعني أعمل إيه؟ ولا حاجة، يعني كل ثلاث طلبات تقول لها على الرابع لا، عشان تعرف إنك ما هتوافقش على كل حاجة وتخاف منك. خاف لي؟ وانا هتجوزها ولا اخوفها؟ خلاص اعمل اللي انت عاوزه. مبروك. اوعى تهملها، حرام. اهملها كيف يعني؟ وانت هتبقى تقرب منها تحس بيها كده، تاخدها في باطك عشان نتجوز واحده ويهملها ولا يبعد عنها، دي اكبر حرام. ما انا مرتاح مع روحي يا اخي، ما تحاسبش غير عليها. والله هتتبسط وهتهيص. اقول لك بيضة وزي العسل. ماشي يا همام. افتكروا اليوم ده كويس، يوم موت علي بيك، موت جن علي. ادعي لي يا خاتون هادم، ان قلبي ما يحبكيش قوي كده. 10 سنين وانت مذلول لها زي العبد ومفيش فايده. عشمان في ايه؟ قالت لك كرهاك بكل طريقه. يا خساره، علي بيك ما بقاش يحس. لازم ادخل. طلعت الحرام. قلت لك مفيش حرام، اتدخل. خير يا ولد؟ حد منهم نجا؟ كلهم يا مولاي، ما راحوش من طريقهم المعتاد وعرفوا. تاني يا ابو الدهب؟ لو كنت خنتك ما كنتش جتلك. يعني جاي تنبهني ولا جاي معاهم يا ابو الدهب؟ جاي نبهك انهم كلهم في الطريق اليكم بكل ممالكهم. يبقى انا هطلع على غزه دلوقتي، بعد كده انت تلحقني بالمال والحريم، وخصوصا خاتون هانم. مفيش وقت حتى للهروب لغزه. ايه؟ وقبل اقدامك يا مولاي، وقبل اقدامك. جن علي، انت خنت مماليك
وأثرت الفتن في البلاد والعباد. أقبل أقدامك وأقدامهم قدم قدم يا مولاي. مماليك لن يكفيهم غير رأسك. أقسم بالله يا مولاي، أقسم بالله. بدون قسم جن علي، بدون قسم. أنا رأفة بيك ولذلك وخضوعك تحت قدم والي باشا هكتفي بنفيك للنواسات، ولو حدث منك هناك أقل شكوى مش حيقنعني فيك غير رأسك جن علي. أنا حشت عنك شر حسين بيك وخليل بيك بالعافية. أوامرك يا باشا، أوامرك وذلي وخضوعي. سلام يتجوز، تصدقها أنت دي يا جابر؟ مبروك يا عريس، يا أحلى عريس في البلد كلها. وذنبها إيه الغلبانة طيب؟ ذنبها؟ قول يا سعدها يا هناها. أنا أكتر واحد فرحان بجوازك عشان أخوي اللي ربنا بعتهولي من السماء هيتجوز، لكن زعلان. زعلان؟ ليه يا جابر؟ ما أشوفكش كتير. مين قال؟ وليه؟ العروسة الجديدة هتاخدك مني. حدش ياخد حبيب من حبيب أبدا يا جابر، كلنا نموته ويفضل الحب حي حي يا جابر حي. برضو يا شيخ سلام الجمال يلهي. هو في أجمل من ربنا يا جابر؟ أي جمال جر جماله يبقى ملهوش عازة. أنا بس هودت همام وهودتكم، لكن حبيبي في قلبي ملهوش شريك، واللي يشرك في قلبه حد غير ربنا يبقى كافر والعياذ بالله. ربنا يزيدك خير يا شيخ سلام، ربنا يزيدك خير. هغني فرحك لحد ما يطلع النهار. غني يا حبيبي براحتك. ثلاثة بالله العظيم، ثلاثة بالله العظيم، ما حد هيسبحك غيري. تسبحني جابر؟ مش قلت لك ما تعتبش هنا؟ هتعسى امري لحد ما فرح الشيخ سلام يخلص. ايه يا شيخ العرب، هتحرمني من فرح اخوي؟ معاك حق، خليه جاره، خليه جار العريس. عريس؟ يمكن يا همام، يمكن. انت مش اخوي يا سلام، انت ولد الكبير اللي هجهز وافرح بيه. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عندك. نقد بالخير محمود برع الهواري. جاي يا بورس وما تنساش حد، الجميل مردود. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير احمد سليم الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير احمد هلال الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير عبد العظيم سليم الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير عمر عبد المغني الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير احمد عبد السلام الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. ينقد بالخير عبد العظيم هادي الهواري. ادفع موفور ان شاء الله عقبال عنده. مبروك يا حبيبي، اشيل عيالك يا رب وافرح بيك. يا رب يا حبيبي يا رب. كل شيء جاهز، سلام يتجوز. يمكن عاتبك ليه يا حبيبي؟ هتوحشك يا همام، هتوحشك كل ما تاخدني في بعضك. اتوحشتك العافية. انت دلوقتي هتاخد حبيبتك في بطنك وتسعدها وتسعدك. انت اللي حبيبي يا همام. اسمع يا ماما، انت لازم تبقى راجع وجدع، ما تهابش العروسة، تخش عليها سبع شديد. وانا هعد لك من دلوقتي 9 أشهر وتسلم لي الواد في يدي. بعد 9 أشهر بيوم تبقى اي كلام، وتتعشي بصل وعسل وبيض. بصل في الدخلة العروسة تتضايق. خلاص بلاش بصل، بس اسمع، ببصل من غير بصل هما 9 أشهر، فاهم؟ حاضر.
حبيبي انت يا عمي. يلا يلا الناس مستنيين. لا هقول لك ايه، طيب هنام شوي وبعدين اطلع له. تنام ايه؟ تنام مع عروستك في بيتك زي ما انت عاوز. يلا. لا لا هنام شوي وبعدين تهجي انت وجابر وتصحون. وبعدين قوم سيبه على راحته يا شيخ العرب، سيبه. خلاص نعم، وانا شويه كده واجي اخده. ها يا نعم. حبيبي ولا مجاش سواجه حبيبي ولا مجاش. يا بلاش يدا وجروحي يا بلاش، ما هو انت مني وانا منك افرح انا يضحك سنك، ما هو انت مني وانا منك افرح انا يضحك سنك. سلم وجهك افرح انا يضحك سنك، ما هو انت مني وانا منك افرح انا يضحك سنك، وكل ما ببعد عنك بحس قلبي اشد ولا احس قلبي اشد ولا. يا بلاش يا وجروحي يا بلاش. وبعدين يا شيخ سلام كفايه نوم، قوم قوم يا عريس، قوم يا قلب همام. يا واد هتتشلع عليه، قوم قلت. سلام شيخ سلام سلام. وين يا ولد ابوك؟ ما تردش على اخوك ليه؟ ما عدتش على همام ليه يا سلام؟ سلام وي وي يا سلام، عدتك علي ليه يا حبيبي وتهمني؟ عدت سرق مني سرقة يا شيخ سلام برضو كده يا قلب همام، تعملها فيه وتسيب همام من غير قلب؟ وي عريس وي سلام
رحت لحبيبك وسبتني في الضل يا حبيبي. ليه يا والد ابوي كده؟ انت عليك يا سلمت فريد، انت عليك يا والد ابوي، انت عليك. انا لله وانا اليه راجعون. قول لابوك همام من غيركم ملوش عازم. يا ولدي يا ولدي يا سلام. همام طولت يا شيخ همام. ايه مالك؟ يا الله لا اله الا الله سبحان من له الدوام. ولدي واخوي وحبيبي همام يسمعني، اتسرق مني سرقة العريس، اتسرق مني سرقة العريس. شيخ سلام تعيش انت. سلام سلام سلام. مع السلامة 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 يا رفاقاتي اللي الناس والنور آتي، لموا الدموع وعودتوا الزغاريد وافرحوا زي حالاتي. مع السلامة يا رفاقاتي، مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. زفوني وانا رايح الجلة، فين طبلكم فين المزامير؟ انظر يا غافل وملة، وشوفني كيف فرحان وحطير. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. تجيب حياتك يا ولد عمي. جنب وجهني قوي يا صلاح، قوي. بسم الله عليك يا حبيبي. أمر ربنا هنقوله إيه لأمر ربنا؟ لا ولا نرضوا باللي مكتوب؟ راضيين يا بنت عمي راضيين، بس الرضا وعلى الجوز هنبه من وجوه. هو في حد زي الشيخ سلام عاش لربنا وربنا ما هيسيبوش في الجنة ونعيمة يا سلام يا حبيبي؟ حاسس ان انا ان انت ليه؟ انا هنبيت عند العريس يا صالحة. هتروح فين؟ وحد الله. لا اله الا الله، عاوز ابيت عند العريس قلت. لا اله الا الله. غسلتني بيها عشان كل الناس، ما غسلتنيش عشان روحك. ليه؟ قلت لله بكل طريقة، وأنا ودني مش سمعت. آه يا أما قد كده قلبك ما يسمعش، جبرته جبر وهو معوز
ده سيبته براحته ولا فرحت بيه زي ما كنت عاوز. خفت عليه وحبيت تجوزه ولا خفت على روحك وجيبتك وهيبتك قدام الناس؟ واه يا سلام، المصلح فوق قلبك يا همام. يا ريتها عصيتك دي تخش جوا قلبي وتطلع الوجع اللي مليه بفراقك يا شيخ سلام. واه يا سمير، شامم فيه ريحة الحبايب وما لقيهمش. واه يا ابوي، واه يا اخوي، واه يا ولدي. رحت فين يا واد؟ بعيد عني. رحت لحبيبي يا هماه. وانا مش حبيبك يا سلام. حبيبي يا هماه. يعني ما هشوفهاش؟ ومين قال؟ كل ما تعوز تشوفني هتشوفني. ومين هينغزني بعصايته لما احيد عن الحاج؟ انغز روحك، الحاج باين من غير سلام. انت في دار الحاج يا سلام، وانا في دار الباطل، شور علي. خليه على الله، والعايمه ترسي وكتر من حمد الله. الحمد لله نزل روح واحد جوز عصايتك ارحم. مين يقدر على روحه يا ولدي؟ مين؟ صباح الخير. انتوا اللي جابكم هنا؟ عرفتوا تيجوا وحدكم؟ ام بطلة شيعونا نتطمنوا عليك ونقول لك تقوم تروح معانا. والله كبرتوا. حاضر، هقوم اروح معاكم. الشمس طلعت وروح الفجر علي. صليتوا؟ لا يا ابوي. برضو كده؟ عمكم سلام علمكم كده؟ يلا هنتوضوا ونصلوا سوا وبعدين تاجوا المجلس معاي. يلا. العيل الصغير عمره يا حبيبي ما زعل حد. حملت اختك ومشيت ليه يا حبيبي؟ الجنة ونعيمة يا شمس، الجنة ونعيمة. همام يا حبيبي ما يدوكش النوم. يا شجان انا وهمام من غيرك يا سلام. الصغير اللي عايشين نتجلى على قلبك الحنين. بركة بيتنا راحت خلاص. البركة في همام وشيخ اسماعيل وفيك يا حبيبي. طول عمر ابوي يقول عليه سلام بركة البيت. خد البركة معه ومشي. وهي والد ابوي هند عليك شمس، نزلت تحت وسبت اختك ليه يا حبيبي؟ وحد الله يا حبيبي ما تعمليش كده حرام. لا اله الا الله. ليلى اسم الله عليك، روح فين يا ملكومة؟ ربنا ياخدك ويريحني منك. خلاص نويتي تجيبي عجلي، نويتي تجيبي عجلي، هموتك يا حبيبي، هموتك يا حبيبي. انا حرام عليك يا حبيبي. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. سمينا اكتب ركبتها. والله ما ليك صالح بيها، انا حراجك. ليلى في حمايه وفي صدري، وريني هتعمل ايه.
هتتجلي على الحس مين يا مهووسة؟ وخلاص الحنين مات مات. ده مش شنع، ضايع ضايع يا حبيبتي. ما تخافيش يا ليلى، ما تخافيش يا عمري، ما تخافيش. اخش ولا تعملي حاجه؟ واه يا ام درويش، هتخبطي في بيتك؟ بيتك وقاعتك، اتفضل. عجبك حال الراجل؟ همام عيموت على خوف. معذور يا ام درويش. واحنا ايه شغلتنا يا ورد؟ ايه شغلتنا كيف؟ نروقوه ونفرفشوه، واي حاجه يا بنتي يزعلك فيها ما تزعليش، استحملي، ما يشوفش منك غير الضحكه والقلب الراضي. حاضر، من غير ما تقولي والله. الراجل يا بنتي اللي زي همام اللي هيحس بيه جواه ما يبينوش، والراجل اللي كده يقع مره واحده يتهد بعد الشر، واحنا ولا حاجه من غير همام يا بنتي. شغلت قلبي يا ام درويش، ماله همام؟ حاسه بايه من تلاه؟ حاساه غير كل دور. سلام كان قلبه، وهمام من غيره محتار. خلينا احنا جاره حنينين لحد ما ربنا يعفي. حاضر، منورة قاعتك يا ام درويش. ايه التوب الحلو ده؟ جابهولك مات يا ملكوم؟ لما ركب شايع جابهولي هدية. يعيش ويجيب، برضه مسامحة، بس لما يروق وربنا يعفي عنه ليا معاه عتاب، عتاب كبير يا ام شاهين. قلبك ابيض يا ام درويش. ابيض؟ وانت قلبك اخضر يا ام شاهين بالاذن. اخضر يا عم. اقول لك، بره الاوضه البسي الاسود، وجواها البسي اخضر احمر على كيفك، المهم الراجل ينبسط منك لله. قصدي سلام عليكم. وعليكم السلام يا ام درويش. الهي ما تسلمي. طلعك في الليل كده يا مرة؟ وايه اللي مركبك فرس هاوليه؟ دي تشتكي للراجل اللي ما رد الشاكي ولا مستجير، شيخ العرب همام. الدنيا دي ساقية قلابة يا اسماعيل، الجواديس فيها هتلف من فوق لتحت. آخر حاجة تاجي في راس أي حد إن علي بيه يلجأ لينا. ده راجل مخه هيدور ورا مصلحته، ما عندهوش عدو ولا حبيب غير روحه، هيعبد غرضه. ونويت معاه على إيه؟ أدينا مع بعض نتشاور سوا. يرجع من مطرح ما جه. ليه؟ عشان طول عمره عدو، وهيفضل عدو، ما هيتغيرش حتى لو اتغيرت حالته. وهو دلوقت جاي ضعيف ومكسور، يبقى يغور في 60 داهية. ولا في راسه حاجة وغرض، وجايز غرضه يوافق غرضنا؟ كيف غرض الخسيس يوافق غرضنا يا شيخ العرب؟ بص يا اسماعيل، أفهمك مقصودي. إيه المانع زي ما هو جبل يمد يد العدو، نمد يدنا لعدونا ونركب شره ونوصل بيه لغرضنا؟ اللي يمد يده للشر يتكو بناره. يا أبوي ما تكفتش راسك واستنى نوزنوها زيادة. من غير ميزان بيع خسرانة.
نستنى نشوفه اخره ايه وبعدين نقعده تاني سويا. سلمت رقبتك لهمام يا علي. الطعم المرة دي في المقامرة. ازاي همام يبلعك من غير ما يندغك؟ مفيش في ايدك غير الانتظار. الانتظار جوه بق همام. عجيبة الحياة يا جن علي. عجيبة الحياة. ايه يا ابوي الراجل ده؟ نهار كامل ما تحركش من مطرحة. جن سهيل.